نرحب بحضراتكم مرة تانية ونبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر، واللي زي ما اعتدنا مع حضراتكم دايما بنبدأ معاكم بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس البرازيل لولا دي سيلفا في قصر الاتحادية، واللي زار مصر امبارح بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. تم عقد جلسة مباحثات لمناقشة العلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين. أيضا تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مصر والبرازيل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أنه تم إجراء مراسم حرس الشرف كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية، وكذا جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة. كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، وكذا عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا. وفي ختام الزيارة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع ضيف مصر الكريم من مطار القاهرة الدولي. في المؤتمر الصحفي المشترك اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره البرازيلي، تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية، وأيضا تم الاتفاق على ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن. تعالوا نشوف مع حضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس لولا دي سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، اسمح لي ان انا ارحب بيك اهلا وسهلا، وسعيد بلقائك في مصر، وبشكرك على هذه الزياره، واسمحوا لي ان انا اسجل كل التقدير والاحترام لشخصكم، واقول ان فخامه الرئيس لولا دي سيلفا شخصيه عظيمه جدا جدا، ويمكن احنا اثناء حديثنا في الداخل تحدثت على ان خلال حكم دوله البرازيل لاكثر من 120 سنه لم يحقق إن الشعب البرازيلي يختار لولاية ثالثة غير فخامة الرئيس، وده
يعكس قد ايه شخصيه فخامه الرئيس كانت شخصيه ملهمه ومقدره ولها مكانه دوليه عظيمه لدى الشعب البرازيلي ولدى العالم كله. وانا بشكر فخامه الرئيس ايضا على المباحثات الثنائيه اللي يعني بمناسبه مرور 100 سنه هذه الزياره على العلاقات الدبلوماسيه بين البرازيل وبين مصر. وبشكره ايضا على الاراده الحقيقيه اللي احنا عكستها المباحثات اللي تمت بيننا على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وده اثناء يعني المباحثات الثنائيه والموسعه اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفه السياسيه، الاقتصاديه، الثقافيه، الصناعيه، الزراعيه. وده امر يمكن هيكون خلال زيارتي ان شاء الله من الدعوه الكريمه اللي وجهت لي من فخامه الرئيس لزياره البرازيل في المؤتمر اللي هيعقد هناك وهتبقى فيه زياره دوله خلال هذا المؤتمر ايضا جي 20، ان احنا اتفقنا على ان يتم تشكيل لجنه مشتركه على مستوى البلدين على اعلى مستوى لتنسيق موضوعات التعاون والاهداف اللي هيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنه المشتركه للبلدين. انا مش عايز اطيل على فخامه الرئيس وعليكم، لكن المباحثات الثنائيه اللي تمت عكست قد ايه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفه وايضا فيما يخص القضايا الدوليه. توافقنا على ان اهميه ايقاف اطلاق النار في قطاع غزه واطلاق سراح الرهائن والمسجونين وادخال المساعدات للقطاع باكبر حجم ممكن حفاظا على ارواح المدنيين ثم وصولا الى اطلاق مرحله ما بعد الحرب من اجل اقامه دوله فلسطينيه عاصمتها القدس. وهنا لازم اسجل ان البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامه الرئيس بالدوله الفلسطينيه. انا مره تانية برحب بفخامه الرئيس وبشكره على وجوده في مصر وايضا على ارادته السياسيه في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفه، ومره تانية تقديري واحترامي الكبير لشخصكم، وسعيد بالزياره وهبقى سعيد اكتر اثناء زيارتي للبرازيل. كمان من ضمن الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للاطلاع على نتائج مشاركة رئيس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابة عن الرئيس السيسي، وأيضا تابع سيادته سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي. امبارح كمان جمانة دكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد على أهمية القمة المصرية التركية اللي عقدت في القاهرة، وقال إنها بتنتقل بالعلاقات إلى مرحلة جديدة ما بين مصر وتركيا على أساس التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين بما يسهم في تعزيز السلم وتحقيق الازدهار والرفاهية لصالح شعبي البلدين. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاطلاع على نتائج مشاركة رئيس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابة عن الرئيس السيسي، وأيضا تابع سيادته سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي. امبارح استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023. وكشف التقرير عن زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة المالية عن العام المالي 2021-2022 بنسبة زيادة 9.1%، إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة بمقدار نحو 66.6 مليار جنيه. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أكد أهمية القمة المصرية التركية اللي عقدت بالقاهرة في وضع العلاقات المصرية التركية على مسارها الصحيح وتعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين،
وأكد أنها تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية على أساس التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين بما يسهم في تعزيز السلم وتحقيق الازدهار والرفاهية لصالح شعبي البلدين. امبارح شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة اللي بتجري أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون اللي تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقاً للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات، مشيداً بالأداء المتميز والتخطيط الراقي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.